ما حدث بالامس انا صح انا من شخصيا كشخص كمواطن من دعاة الاصلاح اللي يدعو له الاخوان في التيار الصدري ومع محاربة الفساد ومع ودائما المقارنة تتجه صوب الاخوة في التيار الصدري، لكن ما حصل بالامس قد كان امر مؤسف حقيقة. باعتبار كانت هنا طبعا هو هذا انا في رايي الشخصي، انا اعرف عائلة الصدر هم عائلة محترمة وكبيرة وموقرة وما تقبل اي تجاوز، يعني كان تجاوز هناك كبير على شخص السيد رئيس مجلس القضاء يعني كان تجاوز كبير، وبعدين هو القضاء خط احمر، يعني اذا البلد سقط القضاء ودخلوا يعني في مجلس القضاء يعني البلد الطبقة السياسية الان جناب القاضي وفرت وهيئت الظروف المناسبة للقضاء ان يعمل بحرية كاملة يعني الا يكون تحت الضغط السياسي. اقول لك شغلة، شوف بابا الكمال لله وحده، لو تقارن القضاء بالمجلس بالسلطة التنفيذية في رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء والسلطة التشريعية فهذول يصيرون صفر على الشمال، مع احترامي للأخوة هم نواب، أنا رجال يعني محامي وقاضي ومستشار. فبالنسبة لعمل القضاء في العراق الكمال لله وحده، طبعا من المؤكد أنه إلى حد ما أنه أثبت أنه قضاء مسؤول، وكان موقف السيد رئيس مجلس القضاء بالأمس موقف يحمد عليه حقا، وما هرب مثل رئيس مجلس النواب اللي عاف مجلس النواب وخلاهم يدخلون به، يعني واللي حدث في يعني أمر مؤسف فيما حدث في مجلس النواب. المتظاهرين سلمين، نحن نعم متظاهرين سلمين مع مطالب السيد الصدر ونأيده 100%.